تيار التوحيد اللبناني انتقد الموقف الصادر عن الوزير طلال أرسلان في مصالحة خلوات الكفير. من كنت تحاول تقديم أوراق اعتماد له بالأمس هو من أسقطك بالانتخابات ولسنا نحن. طلاق وهاب أرسلان إلى العلن. انت طلقة. صعب الطلاق. ايه صعب الطلاق خاصة بعد سنوات من الانسجام. شو بك؟ شو تأثرت هلا بكتلي بالخبرية؟ لا بس عم بتخيل المشهد. فتح الباب قال له طلال هيك بتعمل فيي؟ شو؟ بتتفق مع وليد من ورا ظهري؟ وانتي ليش أخذتها بشكل شخصي وضدك؟ بعتقد ما في حل إلا الطلاق. طيب إذا وللبد اترك لي السيارة وإذا بدك تفل اطلع بالسيرفيس. وطبش البيت. وقام هيدي الخزانة. أوكي.